هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فيديو اليوم راح يكون شوي غير. حسيت انه ودي اغير عن كل انبوكسينج ولاكجري فلوجز وهالاشياء. قلت ودي اني اسوي نفس فلوج صغير، يعني مثلا اروح الدوام، شنو مثلا اسوي بعد الدوام والاشياء هذه، يعني ناس خلينا نقول يعني كأنه طول الاسبوع انا شنو اسوي احطه بفلوج واحد، يعني عرفتوا؟ فقلت حسيت كذي احلى شويه عشان يعني ما تملون، فراح اصور لكم كذي اشياء، يعني موعد الاظافر، اذا في اي باكجز وصلت، شنو انا لما احوس بالبيت مع اليهال، بس والله. فالحين نبدي اليوم. انا الحين بروح الدوام، فرن التليفون. جيت اتشنام، ابي من هذول تشيل البيسكس، بس ابي ابيض، باخذ هاللون لان هذول وايد استخدمهم انا، بس ابي ابيض ابيض. اوكي، هذه اكسس مول، بس ما كنا شوي غريبه بالما هنشوف بعد. تخيلوا، حست بكل اتشنم ادور على هذول البيسكس، الحفرات ما في، يعني نفس كذي بس هذا قصير، يعني انا ابي اللي تصير طويله، ماكو نهائيا في كذي، بس ما ابي كذي، ابي ابيض، ابي اسود. شكلي بروح زارة، عجبتني هذه وايد حلوة، بس في منها انا كنت جاية ابي الاسود، لان في جوتي كذي اسود عاجبني وايد من جيمي تشو، بس ما حصلته هني. شوف في بهذا بعد حمد، هذا بس الثاني احلى صح؟ بالاونلاين الكولكشن احلى من المحل، المحل مو وايد يونس. جيت اتشنام اللي بفيز 1، بس هم ما في، عيست وانا ادور على كذي حفرات ما في. رحت زارة بعد، رحت زارة بعد ما في ولا
شيء. اقول لكم انا حظي بالسوق مو وايد حلو هني يعني بالافنيوز. طالعين لي كم حبه بعد. المهم بس خلاص انا تعبت، ابي اخذ قهوه ونمشي خلاص. تعال سوي سيل، ترى عشان كذي مو الاشياء مو حلوه. شفته؟ ايه شنو هو قاعد يكذب؟ ليش قاعد صرت قاعد تكلم تليفون؟ اوكي لا شكرا. يلا بس الحين ناخذ قهوه ونطلع. هاي جايز، شلونكم؟ قلت بسوي التحدي اللي مسوينه بالتيك توك، اللي هو تجيبون البيكلز وتلفونه بهذا وتاكلونه. فما ادري ليش احس انه هو شيء راح يطلع طعمه خايس بس ودي اجرب. Raspberries more lady fingers than beef sauteed with peas and onions. بس هو في شيء ناقص عندنا، احنا هذا الشيء مو موجود عندنا بالكويت، ما ادري شنو اسمه، نفس شيء بودر يحطونه انه يكون حامض. شنو؟ تهيني يسمونه؟ طحين. لا هو مو طحين، تهين. اي بس هو شنو بالعربي؟ ما ادري شنو هو، بس انه قالوا البديل عندنا نحط كذي هذول الحلاوه اللي عرفتوه سور باتش، بس يصير شيء كنا عسل. المهم بجرب. اول شيء لا، اول شيء نفتح هذا. اوكي زيون يمي تغششني بطلي. احط بس واحده صح؟ اوكي شنو هو بس واحده؟ بس فلترون الواحده دي بس غالي. من هذا تبي؟ من هذا؟ انطب. يلا كذا اعطيتهم حلاوة. ريحة البكل زين. بلى بس انت قاعدة بعيد. طبعا في جمهور ورا الكاميرا انتم مو شايفينهم. نحطه بصحن. زين الحين وي لزق بالصحن. اوكي نجيب بيكلز. خليني اسكر خشمه. اوكي وينحط الصحن. ما بدي اتامل البيكلز. وينحط كذي. اوكي بعدين تلفونه. هذا من برا؟ لا من داخل. تبي نسوي لنا يدب؟ انا اللي شفتهم من برا قاعد يحطون وي قاعد يلزق هذا زيون. تجربه الفاشله من البدايه. فين فين اختربت؟ فين؟ لا ليش؟ هي ليش لزقت؟ انا بعرف هي ليش لازقه. فين فين؟ ابيك فين؟ بس خلاص سوي واحده ثانيه. بطلولي ساعدوني. يلا لا عصب عيسى. نضحك على امك. لا لا هذا شيء بس انتي يعني هذا ما راح يبين. اي بس راح اراويهم وياه وانا باكله، انا ما ابيهم يشوفون وانا قاعده الف وما شنو ما داعي. اوكي قالوا نحط بشي صينيه مو صحن عشان ما يلزق. يلا خلنا نلعبين. احنا قاعد نلعب صدق، احنا ايش قاعد نسوي؟ يعني يعني هذا العشاء يعني مثلا قاعد نلعب. ماما شوفي اطلع صحن ماي بعدين مشي بعدين ما يصير دبك ترى. صح كلام ليس. نسوي بسرعة عشان شنو؟ عشان ما يلزق. يلا نحط هذا كذي. اوكي ناخذ البيكلز نحطه زيون في التشيلي هذا. ايوه ما ايوه اللي حامض احمض شيء. اوكي تلفونه كذي حطيه تحت وسوي دب. اوكي حط هذا. اوه زين انا ما حط، انا ما شفتهم يسوون دب، يسوون كذي كانوا. بس ترى انا شفتهم حطوا ليمون. خلاص تبي ليمون؟ اوه انت شنو اللي شفتيه بدون ليمون؟ اوكي يلا الحين كاو الحلاوة. الحلاوة داخل البيكرز كاهو داخله.
ولازم يلا ناكله. عادي عادي يعني مو مو خايف ترى. مو هذا الغريب انه طعمه عادي. طعم الحلاوه ولا طعم حلاوه وطعم بيكلز بس يعني بس هذا حلو هذا حلو يعني صورت الفيديو هذا بس لو صورت الفيديو هذا بسناب ولا التعليقات اللي راح تيجي ليش ما ادري صورنا بسناب بلا بس والله حلو يعني عادي مو مو نفس ما تتخيلون انه ويع ذكلز وشي لا لا عادي يعني المهم هذا بس كنت اللي بقول لكم اياه ماكو شيء بعد والله اوكي الحين انا الحين انا اشتطيت كل شوي بسوي شيء الحين حركات جيب فلفل بس ترى هذا كله سوالف تيك توك عرفته و كريم تشيز وتركيز نقصها اربع اقسام زين يعني كذي صاروا كذي اي اوكي ادري بشيل اللي داخل بس ما قص هني هذا شويه ديري انا ما ابي هذا لانه ديري اوكي شلنا هذا الحين نحط الكريم تشيز داخل اعطيني كلينكس شدي رجعت بعد زياده زين ويت مسحي شنو مسحي انا بنشوف انت اوكي يعني فهمتك انا كان كنت فاهمه انه بسوي شيء ثاني اوكي هنا الكريم تشيز اوكي زين يبتاكس هبالي قاعد تطلعين لي تطلع وتاكلي هي اوكي شري بعدين شو نسوي الحين وين التحدي هذا عادي يعني كل شيء حلو هو كان ترند يعني انا ما ابي ترند ابي تحديات انه شيء اشياء غريبه في ترند ان اكل صايرين في حتى سوينا العسل اي عسل العسل يعني هذا حلو لحظه هذا العسل هم اللي بتيك توك خلينا في بوسه يطلع ايه بس لازم بعد ايه الحين تو قبل شوي حطيته في الفريزر هذه أشياء اللي غريبة. كم مو كم كل هذول بيكلز وحلاوة ويعني. حط التاكيز. أوكي. حتى يصير تشيتوس. يصير تشيتوس بس أنا ما فيني صبر حط التاكيز أوكي. بعدين الماي إيش كثر؟ حتى أنا قلت. بس. أوكي. بعدين. بس الحين قفشة مكسد وأكليه. كذي بس؟ يب اوه هذا شيء سناك يعني المفروض عادي ما عجبك؟ حركات 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 المشكلة ان انا قاعد اسوي كل شيء بنفس اليوم يعني الو مستشفى؟ اوكي الحين ندوب يلا عادي يعني ما احس انه يعني ما احس انه شيء غريب يعني عادي يعني مو نفس الثوم تذكرين لما سوينا الثوم كل من علق علي بسناب لما كنت الثوم انا ما كنت كان حلو حسيت انه لا
جربته الثوم مع السيراتشا. وينه؟ موجودني بفلسة. اوكي الحين المحتويات الثانية، المكونات الثانية. تجيبون ثوم، اول شيء صحن ثوم، سيراتشا وزعتر. زعتر بعدين قفشة حط فيه ثوم. ما راح احط وايد لان انا اوريدي مجربته وكذي. بعدين نجيب سيراتشا زعتر ما شاء الله. يعني هذا سويته عقب الديتوكس، عرفت؟ يعني الفيديو طاق الديتوكس هذا شو يسمونه. حلو. اوكي اي شيء انا عرفته شو تسوي ديتوكس حركات. هذا مور انا ها اي حي تقول الفيديو هذا مور انا. اوكي هو لأن الثوم أصلاً صاير كنا مخلل، مو إنه إيه، فعشان شي طعمه حلو، مو إنه ثوم شي يعني حتى لين. المهم بس والله حبيت أراويكم كذي أشياء عشان يعني إذا قاعدين محمد إذا قاعدين شي متمللين تبون تلعبون يعني لا هو ترى ما راح يحشكم شيء والله ما راح يحشكم يعني عادي يعني الا عادة انتم يعني كلش مو متعودين تاكلون اشياء كذي بس انا عادي يعني مفيد يعني هذا مفيد اللي الحديد وين حديد الفلفل هذا الفلفل اوكي جبن بانوي هاي المهم بس هذا اللي كنت براويكم اياه عشان اذا شي قاعدين متمللين ضايق خلقكم شيء تقدرون تلعبون تسوون هالاشياء تقدرون تستانسون ترى الطعم كله حلو ماكو شيء اللي يعني طعمه مو حلو ولا خايس ولا شيء لا ولما تجربون غير يعني راح تشوفون انه ترى مو وايد سيء بس وناسه يعني فن وشي يعني فجربوا اذا احد جرب شيء كتبوا لي بالكومنت تحت عشان اعرف تجاربكم بعد وهالسوالف عرفتوا وبس والله وصل الباكج مال فوقا another package من فوقا another package من ريفول هاي جايز شلونكم شو اخباركم يوم ثاني واخيرا حصلت موعد اظافر لانه ما ادري ليش ما كنت محصله يعني ما كان في لا عيد ولا شيء ما ادري ليش يعني لانه خلاص لازم اسويهم خلاص وصلت مرحله الاستعسار ووايد طالوا وبس يعني ما احب كذي فيا توني وصلت للجابريه وما ادراك ما زحمه الجابريه بس قلت باخذ قهوه اول عشان هناك ما في قهوه عندهم بس طالعه من الدوام وتعبانه ويعانه فراح اطول ادري فقلت على الاقل اشرب قهوه او عصير او اي شيء يعني عشان لي الغداء can I have one ice white mocha tall size no tall size half shot please half shot okay yes okay with a skimmed milk please and extra ice cubes Only caramel. No, only up. Only up, okay. And? That's it. Only the 900, thank you. Thank you. 199, how are you? Okay.
thanks. What about you? How are you? لحظة لحظة wait. Thank you so much. Nice thank you. Thank you. Bye. Thank you. ليش تستأنس قالي nice hair شوي. رجعت البيت بطلت الباكجز براويكم بسرعة شنو كذي شريت. طلبت من فوغا جينزين هذا واحد قايستهم لازم كل هذا اقصره وطلبت بعد واحد ثاني هذا وناسه شي في شقة لكم الوانهم حلوة بس مو دايما قياسات فوغا تضبط علي يعني كل واحد فيهم قياسه غير عن الثاني بس هذول ضبطوا يعني فشوي انا بالجينزات والبنطلونات اذا كانت اونلاين شوي اتوهق يعني بس زين هذول زينين والوانهم حلوه طلبت بعد هذه رولر حق الويد بس حبيت لونها فانا عندي اشياء ثانيه بصور لكم كذي على يوم كل التولز اللي استخدمهم بس هذه حبيت اللون لان انا وايد احب هاللون يا خذيت هذه وطلبت بعد جنطة بس مقسمة حق ثلاث أقسام يعني هالصوب أنا أحب شفاف ففي كذي هالصوب تحطون فيه مني أغراض وبعدين فيه بالنص سحاب وهني بعد في سحاب عرفتوا فتكفي تحطون أشياء وايد وتقدرون تشوفون الاشياء اللي برا بس اللي بالنص فهني اتوقع يصير تحطون ماسكات او اشياء كذي وهني مثلا تولز هني فرش ميك اب يعني حق سفر حلو انا احب كذي فخذينا هذه وخذيت هذا التوب بس المشكله على التوبات ما تبين الا باللبس بس يعني هذا كذي صاير هاينك وهذه كذي فساير هو حفر وهني في كذي نفس شقة هم بالانستغرام اذا لبستها راح تشوفونها وشريت هم هذا السكار يسوونه كذي توب وبعد شريت هذا التوب كذي اللي يصير بادد من هني اللي فيه كذي نفس سفنجة بس قصير يعني يصير كذي قصير فيبي له كذي هاي ويست جينز وهذا راح يصير شكله وايد حلو وبعد طلبت الكولكشن مال ميك اب ريفولوشن مع فرانس طلبت الباث بومب هذه اللي على مارشميلو وطلبت البيوتي بلندرز كذي صايرين هذول انا اخليهم منظر ما استخدمهم بس لان تقريبا عندي الكولكشن كامل فهذول ما كانوا عندي ونزلوهم فخذيتهم وخذيت هذا البودي سوت صراحه شوفوا الحين بالتصوير لونه احلى من الصج حتى بالتصوير بالموقع لونه احلى من الصج لما مو وايد حبيت اللون انا يعني كنت ابي هاللون عشان البسه كذي مثلا مع تنوره زيبرا ابيض باسود عرفته والبرنت هذا فكنت ابي كذي ازرق معاه فلما شفتها بالموقع بالصور الاضاءه الظاهر وايد مخليتها افتح يعني هي ترى حتى اغمج من هني من ما طلعت لكم بس بخليها ما ادري طلع لها شيء اوكي وخذيت من هذه الماركه ترى هذه الماركه زينه حق سوالف الشعر وكذي خذيت اللي هو نفس الساتن اللي تحطونه على الشعر كأنه ما ادري شنو يسمونه عشان لما تربطين شعرك بالليل انه ما يخترب وانه يخلي المفروض انه يخلي الشعر احسن وما يخترب بس شوفوا لما بطلته
يعني طلع لويا. يعني هو المفروض ان انا عبالي نفس هذا اللي يلبس شي قبعه، هذا لا، هذا كذي تسوينه وما شلون ينربط، ما ادري والله. حتى مو مرخص يعني، كان المفروض بس ما احسه وايد ناعم، ناعم بس يعني مو، ما ادري صراحه يعني، بس بجربه واقول لكم اذا صدق زين ولا لا، لانه يمكن ما يسوى. وبعد طلعت هذه النظاره، انا احب شي النظارات الصغيره عشان شي انزلهم شي تحت، يعني ما احطها شي من فوق. لحظه خل اشيل هذا، خليه بمره دقيقه. اوكي، انا كذي تنحط، يعني مو وايد احبها مثل كذي، ما ادري احس كذي مو حلو، بس كذي حق شي صور وحركات شي احس حلوه، عرفتوا؟ فيا هذول الاشياء اللي طلبتهم من فوغا. في بعد باكج للحين ما فتحته من ريفولف، بس بطلع بعدين لان ابي اروح اتغدى حد يوهانا. اذا حبيتوا الفيديو بنات وحبيتوا نوعيه فيديوهات كذي، ان انا ما يكون بس كله انبوكسينج وسوالف لوجري فلوجز والاشياء هذه فاذا حبيتوا الفيديو كتبوا لي بالكومنت عشان اسوي فيديوهات كذي. ممكن ان انا اخلي دائما يكون في فيديو فلوج اللي يصير كانه مختصر الاشياء اللي اسويها بالاسبوع. وهاليو، وبعد قولوا لي وحطوا لي ثامز اب اذا عجبكم، سووا سبسكرايب لانه وي شود بي فريندز. شنو بعد؟ بس والله احبكم وايد، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، ويلا باي.